معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الأمين عثمان المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. دكتور محمد عثمان، هل تسمعنا؟ نعم، اسمعك جيدا. دكتور، عودة صلاحيات الأمن واحتقالات وسط عدد من الناشطين في الخرطوم وعودة قبضة أمنية تجاه الثوار، كيف تقرأ هذه المشاهد اليوم؟ من الواضح أن السلطات القائمة على الأمر في الخرطوم بدأت تستشعر شيء من عدم الارتياح، إن لم يكن الضغط والخطورة والتهديد من التحركات الشعبية التي ظلت مستمرة منذ خواتيم أكتوبر الماضي. هذه هي خطوة مثيرة للقلق وخطوة للوراء لا ريب، يعني خاصة كان هناك شبه إجماع من كل القوى السياسية السودانية من مختلف مشاربها فيما يخص تقليص سلطات الأجهزة الأمنية، فيما يخص الاعتقال والتحفظ وغير ذلك. لذلك هي في عمومياتها خطوة للوراء، لكن في رأيي تعكس حالة من القلق وتعكس حالة من الشعور بأن الأمر بدأ يخرج من بين قوسين من سيطرة النظام الحكم القائم الموجود في الخرطوم حاليا. وربما ذلك يعني يمكن أن يتم يعني قرنه بما وقع اليوم من ما وصف بالقمع المفرط في مواجهة المتظاهرين والمحاولات يعني دعنا نقول المبتكره، يعني في محاوله قطع الطرق امام التجمهر وتجمع مختلف محاور التظاهر التي كانت مرسومه للمواكب التي خرجت اليوم وقبل بعض يعني بضع ايام ماضيه في قطع الكباري بالحاويات والان وضع الاسلاك الشائكه. فواضح ان هنالك حاله قلق شديد من ان الامر لم يستتب، وفي ذات الوقت هذا يخرج من ذات الجهات التي إلى الآن لم تستطع أن تشكل يعني حكومة فاعلة عاملة تعطي صورة ولو على الأقل صورة للخارج وللمحيط أن هناك شيء من الاستقرار وأن هناك حكومة تقوم بأعمالها. فهي انعكاس طبعا لحالة الشلل السياسي المريع والذي تفضل الدكتور حسن سلمان في استعراضه في البلد يعني. طيب دكتور، أليس من الأولى أيضا أن يتم التعامل مع هؤلاء الشباب بدرجة من الحوار والجلوس معهم والنظر إلى ما الذي يريدونه حتى يتم تحقيقه؟ وهذا هو الأمثل والأجدى، لا ريب في ذلك، يعني ليس هنالك أفضل من الحوار، يعني ومثل ما كان يقال أن يعني أعوام أو سنوات أو فترة متطاولة من الحوار خير من ساعة من العنف والقتال والدماء، يعني وخاصة كلما مضى الأمر هكذا بهذا الشلل وهذا الفراغ السياسي والفراغ الدستوري لحد كبير، كلما تعقد المشهد كلما زاد عدد القتلى كلما ازدادت وتيرة العنف وكلما زادت الدعوة والرغبة والإحساس لدى الشباب كذلك بأنه لا بد من مقابلة العنف مضاد، مثل ما حدث في الحالة السورية. هي لا تبدأ من فراغ يعني، وقليلا قليلا تنال الدعوات لعسكرة الثورة بمختلف المسميات، تنال شرعية تنال قبول، وكل ما تحتاجه بعد ذلك أنه أحد يقضح شرارة هنا أو هناك وينفجر الأمر كله. فلذلك إذا وضعت يعني ما نحتاجه هو شيء من التوافق بين كل القوى السياسية على حد أدنى يعبر ببلادنا هذه المرحلة الحرجة وتنازل متبادل، ولكن هذا لا يتأتى إذا كنا لا نحاور بعضنا بعضا يعني. لكن كيف يتم ذلك الحوار وأين ومتى، هذه كلها الآن إشكالات، وكل ما مضى الوقت هذه الإشكالات أو تحدي إقامة مثل هذا الحوار يعني يصبح أكثر صعوبة ويستحصي أكثر يعني على كل الأطراف حتى من رغب في ذلك يعني.
طيب دكتور، أرجو أن تكون معنا عبر الهاتف دكتور محمد الأمين لمناقشة ما تبقى من أجندة. يعني دكتور، يعني بالمقابل ربما يقول البعض أن هذه القبضة الأمنية أو هذا التعامل الأمني هي رسالة من القوات المسلحة، لأننا في فترة من الفترات سمحنا لكم بالوصول إلى القصر وساعدناكم في إعادة ترتيب السلطة وغير ذلك، وأسقطنا البشير ولم نجد منكم أي ما درجة من التقدير والاحترام. ربما البعض يقول كذلك، يقول هذا. يعني هو على كل لا يعدم من هو على رأس السلطة عموما ويمتلك أدوات القهر والضبط والسيطرة ما يبرر به على كل سلوكه، بغض النظر عن شرعية هذا السلوك من الناحية القانونية والشرعية. لكن دعنا أقول بأن هنالك مشكلة كبيرة جدا وقع فيها في تقدير كلا الطرفين لحظة سقوط البشير، وهو أن التاريخ السوداني كان دائما مراحله الانتقالية محدودة، قواته المسلحة لا تدخل في شراكة سياسية. صحيح. ما كانت تدخل في شراكة. صحيح. سياسية. فهنالك على كل بدعة حصلت في الشأن السوداني، أو حالة ربما نستطيع أن نقول هي حالة اجتهاد سياسي دخلت فيها القوى السياسية، باعتبار أن النظام السابق صنف على أنه نظام هيمن على كل مفاصل الدولة وعلى كل الحياة السياسية، وبالتالي لم تكن القوى السياسية مطمئنة لأنها يمكن أن تدخل في حالة انتخابات خلال عام أو عامين وتستطيع أن راهنت على كل على طول المدة. للأسف الشديد دعني أقول أن المؤسسة العسكرية أيضا راهنت على أن هذه الشراكة بهذا الشكل مع إقصاء قوة حقيقية في الشارع السوداني ومع انقسام سياسي في القوى المدنية كان رهانها على فشل هذه المجموعة المدنية، وبالتالي وهي تملك أيضا أدوات الإفشال إنجاز التعبير في ظل طموح سياسي، في ظل شعور بأن أو تطلع لبعض أطراف ربما أطراف القوات المسلحة إلى التشبث بالسلطة أو الاستمرار على كل في السلطة. أعتقد أوقع ذلك الثورة السودانية في معضلة كبيرة جدا، وهي الآن ربما لا تستطيع فعلا أن تلملم أطرافها لهذا السبب. يعني هي مثلا الآن لا تستطيع أن تقول بأن والله تستطيع أن تفرض إرادتها بشكل واضح على المؤسسة العسكرية في ظل القمع الذي نراه الآن بشكل مستمر، ولا هي أيضا قادرة على أن تنفتح مع المكونات المدنية لتعمل على توسيع قاعدة الحراك المدني وتوسع من هذا الحراك وتوجد توافق سياسي وتوجد كذلك على كل مشروع يكون مقنع للشارع السوداني حتى القطاع المحايد منه. هذه الإشكالية إذا لم تتم معالجتها بطبيعة الحال تؤدي إلى انسداد في الأفق التي في نهاية المطاف تفتح الباب لخيارات ربما غير مفضلة. هذه الإشكالية، وبالتالي القوى خاصة التي تقول لا حوار لا كذا لا كذا، هذه الإشكالية، ويبقى يرمى بهذه الشعارات أمام الشباب المندفع في الشوارع ويتصورون بأنها هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعالج بها المشكلة. هذه في تقديري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصل الناس إلى مآلات، لأنه ليس من السهولة القوات المسلحة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة أن تسلم السلطة لقوة حتى هذه اللحظة لم تلمس منها رشدا ولم تلمس منها كذلك أيضا توافقا. فهذه إشكالية، أنت القوات المسلحة تحاصرها بالرشد السياسي، تحاصرها كذلك بالإنجازات السياسية والاقتصادية، تحاصرها كذلك بالتوافق السياسي حتى تستطيع أن تعود إلى ثكناتها وأنت تذهب بعد ذلك في ساحات الفعل السياسي بمختلف اتجاهاته. دكتور، يعني نريد أن ننوه أن قناة طيبة الفضائية تدين وتشجب كل أنواع استهداف للصحفيين والإعلاميين في الخرطوم بشكل عام، كما تدين بوجه الخصوص الاعتداء على الزميلة لينا يعقوب، على الرغم من أن القناة ربما غير متفقة مع التغطية التي تقوم بها قناتي العربية والحدث، ولكن هذا ما لازم تجاه هذا الأمر. هذه يعني مبادئ لا تقبل التجزئة بأي حال من الأحوال. دكتور، كيف رأيت هذه المرة أسلوب وقمع شاهده العالم أجمع من بعض الجهات الأمنية والشرطية تجاه الصحفيين خصوصا في قنواتي العربية والحدث؟ على كل، أنا حقيقة الوضع طبعا في المنطقة العربية بشكل عام غير مستغرب ما نراه. يعني قضية أنه القمع، الضرب، السحلة، هذه عموما هي حالة مصاحبة للأسف الشديد في ثوراتنا كلها، بل حتى هذه اللحظة يمكن أن نقول بأن الوضع ربما أهون بكثير من حالة الأوضاع التي نراها ربما من حولنا. كما تفضلت على كل، أي شكل من أشكال الاعتداء
أي شكل من أشكال تجاوز القانون، أي شكل من أشكال قمح الحريات، لا أتصور أن هنالك من يمكن أن ينحاز إليه أيا كان فاعل ذلك. فكما أنك أنت الآن تتكلم مثلا عن تجاوزات القوى السياسية، لا يمكن الصمت والسكوت على تجاوزات القوى الأمنية والعسكرية التي يفترض أن تكون ما بعد الثورة أكثر رشدا وأكثر تقنينا لأدائها. لكن هنا عموما هذه ربما قراءة بالنسبة لي، هذا التحول في تقديري بعد إعادة الهيكلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وربما أخذ قيادة الشرطة السابقة لأنها تعاملت بالعنف، ثم تدخل الآن أنت أيضا في عنف جديد، هذا في تقديري من جانب فيه حالة نفسية على كل الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تصمد طويلا لحالة من الإرهاق الميداني. يعني أنت تتعامل مع قوة في النهاية قوة بشرية، وبشر هم لحم ودم وكذا وحاسيس ومشاعر، فطول المدة وصمود الشوارع على كل في أدائها هذا يرهق بطبيعة الحال القوى الأمنية. القوى الأمنية والشرطية ليست هي من يصنع القرار السياسي، ليست هي من، لكن صانع القرار السياسي يستفيد منها في محاولة تثبيت وضعه والاعتماد عليها في محاولة قمع الطرف الآخر. فهنا أنا أقول لابد حتى لا يتحول هذا النوع من الأداء، يعني الإرهاق الذي تمر به على كل الأجهزة الأمنية بمختلف اتجاهاتها، حتى لا يتحول ذلك إلى نوع من العنف والعنف المضاد بطبيعة الحال من الثوار نفسهم. ممكن أيضا هذه لكل فعل رد فعل، صحيح. فأنت إذا قمعت الناس يلجأ الناس بعد ذلك هذه القوة اللي كان يقول لك والله المفروض تحرسنا وتحمينا وكذا، صارت هي التي تقمعنا وتقتلنا. فيتحول بعد ذلك الشارع إلى أن يفكر في حماية نفسه بما يسمى بالعنف الثوري، خاصة القوى اليسارية هذه بارعة على كل فيها صناعة هذا النوع من العنف، العنف الثوري اللي يمارس خارج المؤسسات. فأنت عندما يحصل على كل هذا النوع من الأداء الأمني توقع أيضا ردة فعل في الجانب لها. أيضا في رسالة أخرى قد تكون قصدت على كل المؤسسات أيضا الأمنية والعسكرية، هي قد لا تريد أن تصطدم مع الشارع بشكل مباشر، ولكنها تريد أن تعطي رسالة أيضا للقوى السياسية التي تحرك الشارع. لكن هنا أنا أقول بدلا أن تقتل المتظاهرين اعتقد السياسيين أهون بكثير. حل بسيط. يعني أنت لا. طيب خلينا نأخذ معنا أيضا دكتور محمد الأمين، لا يزال معنا عبر الهاتف. دكتور محمد الأمين، يعني ما هو المخرج من هذه الأزمة؟ يعني أزمة تكاد تكون وصلت إلى حدود طريق مسدود، يعني ما هو الحل؟ ما هو المخرج؟ ربما الآن ما أظن أصبح هناك يعني خيارات كثيرة خلافة، أنه يعني في تصوري أن نذهب باتجاه حكومة تصريف أعمال مع البدء في عملية تجهيز الأرض للانتخابات متدرجة من المستويات المحلية ثم الإقليمية والولائية حتى المستوى الاتحادي. واضح الآن الأزمة التي هي الأساس أو جذر كل ما نراه الآن هي أزمة شرعية. فالوثيقة الدستورية التي كانت أساس الفترة الماضية عمليا الآن هي مزقت تماما بواسطة البرهان، وحتى بواسطة حمدوك حينما عاد ووقع الاتفاق السياسي مع البرهان، فما عادت بنوده ومواتها تصلح للتأسيس أو وللإجماع حولها، وهي بالأساس طبعا بطبيعة الحال كانت اتفاق سياسي بين المجلس العسكري السابق وبين أقوى الحرية والتغيير، والأرض تغيرت، يعني الواقع تغير كثيرا منذ ذلك الاتفاق في أغسطس من العام 2019. ولذلك الدعوة للعودة إلى الوثيقة الدستورية بمثل ما كانت هي دعوة قاصرة في نظري، ولن تؤدي إلا إلى ذات النتائج إن لم تكن أسوأ مما نراه الآن. فلذلك لا بد من التحرك إلى الأمام نحو تحقيق شرعية جديدة، وشرعية يشعر الكل بأنه مساهم وشريك أصيل فيها، إلى أن تتحقق بالمتطلبات المعلومة والمعروفة تكون هنالك حكومة تصريف أعمال، ولا بد من تنازلات من الأطراف المختلفة ابتداء بالعسكريين
والمدنيين في قوى الحرية والتغيير. وخلاف ذلك يعني أرى من الصعب جدا أرى مخرج آخر، يعني ما زالت إنه نمضي باتجاه حكومة يسيطر عليها العسكر تماما هي إشكال، ونعرف الإشكالات الموجودة فيها، وما زال تسليم الحكومة تماما كما يطالب البعض بشيء من المثالية للقوى المدنية الموجودة في قوى الحرية والتغيير هي إشكال آخر، لأنه رأينا الأداء السياسي والأداء القانوني والدستوري والحقوقي لقوى الحرية والتغيير في العامين الماضيين. فلذلك هذه الثنائية التي إما البرهان وإما قوى الحرية والتغيير تريد أن تفرضها على الشعب السوداني هي ثنائية مرفوضة، لن تؤدي إلا إلى المشهد السيء الذي نراه الآن في الخرطوم، والذي يترجم في التوترات وفي التفلت الأمني الذي بدأنا نراه في أطراف السودان ومدن السودان الكبيرة المختلفة. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الأمين عثمان المحلل السياسي.